جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يكون حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت الدعاء في كل سجدة أم يكتفى بأول وآخر سجدة؟ يجوز هذا في كل سجدة، ويجوز أن تقتصر عليه في سجدة واحدة، ويجوز أن تتركه وتقتصر على الدعاء. الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن كان الأفضل نعم والأكمل أن تبدأ الدعاء بالحمد ثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء. نعم.